بعد أن أتى ذلك القادم محملاً برسائل أهل العراق، وصل إلى الإمام الحسين وقال له: الخبر الأول، الحج من ينبكي تعب الرسائل وبلا عنوان يطلع وحده عاجل، مو بس الدمع ينزل على حسين، جبريل بعظم تعليه نازل. الخبر الثاني، إذا لا سامح الله وشدة تلقيها بس انخب فاضل وحده يقضيها، من يغضب الصيح القاع يا عباس الزلم والماي وسط الجربة خليها. الخبر الثالث، إذا حسيت بردة روح الأيتام اذكر اسم زينب تخفى وتنام. زينب من تلول بوحشة الليل، مو بس الزغارة تنيم الخيام. رابعاً، هاي الدنيا لولاكم من تكون؟ هاي الدنيا لولاكم من تكون؟ فدوة روح بس لحروف ميمون، اللي يحلف بيكم ويظل يستحي يخون. عندما دار كل هذا الحديث بين القادم وكوكبة الآخرة، قرروا الذهاب إلى كربلاء. اجوا من شافوا مدمع الرسايل لنطوا كل شي ما رادوا مقابل، على طول الطريق تهلهل القاع ويم جدامهم طق السنابل. عاشوا خير وحتى بموتهم خير، ولهسه بخيرهم تحكي المناجل. وصلوا كربلة بس شافوا الناس مو هي البكت وسط الرسايل، مو هي التمنت جية حسين ويباوع على الحكي وما يلقى قائل. التفت حاكى الرسايل على الرسايل، وظل جبريل كل شوية نازل يبرد بالهوى المريم من الحسين. من حرورة الموقف كل شي ذابل، صاحوا على الحسين استسلم وعيش. ومو الحسين اللي يدور تنازل، العنده بيمنته وباليسرى عباس، قبال الجيش ما ينعد مقاتل. التفت لحسين قالهم: وين عباس؟ والله من وقف يم ابو فاضل خلى الطف وقف بس بينقص جيش، وبس عباس كان بوحده كامل. صاح حسين ضم عيون عباس: ترى الاسهام تحسد تشبه الناس، لا ينعمن واحنا بعاس تنفاس، الدنيا تضيق لو ما بيها عباس. وقف لحسين ومدنق المواقف، ابن الما تذكر مره خايف، قالهم كل شي شايف بس والجفوف، مثل عملت رسايلكم مشايف، خلص حضروا لطفكم وانا لحسين بيكم، يلتعبت وانا لحسن. وعلي ما راح تطلع ون الحسين، إذا ظل أبو فاضل ظل خيّا.